ديما شادين القطيط من لف الكلى. علاش هادي القطيط خايفين؟ إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، حنا الآن كنتواجدوا بمنطقة الحي الصناعي مولاي رشيد مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا هذا تجمع احتجاجات كتقوم بها العاملات ديال الشركة. حكم أن صاحب الشركة حسب تصريحاتهم كيقوم بعدة خروقات، ما كيديكلاريش بهم في لاسينيسيس، الرواتب ديالهم ما كياخدوهمش في الوقت. للأسف الشديد فوضى أخرى في زمن كورونا. الله يحسن العون، الله يحسن العون، حتى شي واحد مكره. عاملات كيحتجوا امام الشركه من اجل عده خروقات كيقوم بها صاحب الشركه. رجال الامن مشكورين جاوا من اجل باش يفضوا هاد التجمعات الخطيره اللي تقدر تسبب العديد من المشاكل، تقدر تسبب لنا في بؤر. هذا ليس اول احتجاج بالحي الصناعي، اللي كنتمناو يكون اخر احتجاج. كنتمناو من هاد اصحاب الشركات انهم يعطيو للناس حقوقهم. راه من العيب ومن العار كيف ما شفنا اخر مره ان الناس كي اللي كيجي على قبل 400 درهم كيوقف. الله يحسن العون، حتى شي واحد مكره، ولكن خاص اصحاب الشركات يحسوا بهاد الناس، يحسوا بهاد العيالات هادو. راه ما كتخرج المراه من دارها الا للضروره، لكن اللي درهم زايده فيه